الله بالحكومة. ما جيد. علاقة بقضية الاعتداء الجنسي الواقع على 6 قاصرات بإحدى قرى جماعة ملوسة، وبناء على الشكاية التي تقدمنا بها إلى السيد الوكيل العام يوم الخميس الماضي، تم إيقاف المتهم والمشتبه فيه أو المشتكى به في حينه، وتم الاستماع إليه والاستماع لجميع الضحايا الذين بلغ عددهم 6، تم الاستماع لهم بحضور أولياء أمورهم، وتم تقديم المشتبه فيه اليوم إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة السنة بطنجة، الذي قرر بدوره بعد الاستماع إليه إحالة القضية على السيد قاضي التحقيق بنفس المحكمة. والسيد قاضي التحقيق استنطق المتهم في إطار الاستنطاق الابتدائي وأجل الجلسة إلى يوم 6/10/2020، بحيث سوف يقوم باستنطاق المتهم تفصيليا والاستماع للمشتكيات بحضور أولياء أمورهن، ومن المحتمل أنه يقوم بمواجهة ما بين المتهم والمشتكيات 6 بحضور أولياء أمورهن. المطالبة بإجراء تحقيق، يعني التهم الموجهة بين قوسين المتهم هي جناية هتك عرض قاصر بالعنف، وهذا القاصر اللي هو دون سن 18 مع الافتضاد، وإضافة ظرف تشديد آخر وهو السلطة الدينية التي كانت للفاعل. هو اعترف أمام السيد الوكيل العام، اعتراف صريح أمام السيد الوكيل العام بجميع الأفعال اللي قام بها، والاعتراف ديالو كان فيه تأكيد للاعتراف أمام الضابطة القضائية. شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.